نبدأ المحكمة الأسرية بقضية أم محمد ضد أبو محمد. أنا القاضي جورج هولوني وجنبي الكاتب العادل مدحت كوروني. أطلب من المدعي والمدعي عليه الوقوف. العوش قليل الأدب أن أبوك بتقول لي أموقف أمري لالله. الله يعني سؤال، أنت القضاء ليش دايماً لابسين نفس التخرج؟ إيش ما في غيركم تخرج؟ صدقت شيرين لما قالت الأناعة كنز ليالي تناع. إلهي تنعدم أنت وشيرين. سيدي القاضي شفت ليش بدي أخلع لختيار هالجن هاد؟ ما في غير سيرة تعتانو. صمت. لو سمحتوا صمت، التزام الصمت لحتى يؤذن لكم. نحن مو بديوانية جيرانكم، محكمة. يي تقبر قلبي شي شخصية مو مثل هالطرطور هاد. أطلب من المدعي تعرف عن نفسه. بدك تتعرف تقبرني؟ 0599 أم محمد زوجته لهن ما بيتسمى هاد، صبرت عليه 40 سنة. لا كان هلا جاي بعد 40 سنة ودك بدل؟ ما قالوا لك إن سياسة الاستبدال بعد 3 أيام؟ ما شرفتيني أول ما تزوجنا، ليش ما حكيتي وقتها؟ قال استبدال شو أخذ بوكسر أنا؟ على أنني ممنوع تبدل البوكسر والملابس الداخلية، صح سيدي هيك القانون؟ بعرف القانون أنا. لا تسجل. تعرفنا بما فيه الكفاية على أم محمد المدعي. أطلب من المدعي عليه تعريف عن نفسه. ايش يلي أم محمد جوزها 20 جاحدة شعلها على ربيع 10. لا والله 20 بكفي. نحن هلا بس عم نتعرف، لحين على هالكلام. ايوه اذا هيك سؤالي لأبو محمد، حسب مصادر وصلتنا فانه يوم الاثنين 20/6/2021 أم محمد عملت لك قهوة الصباحية مثل كل يوم وقدمت لك ياها وقالت لك صباح الخير روحي، بس انت رديت عليها وقلت تضربي بهالصباح وانت ترت بوجهها وطلعت من البيت، فهل هذا صحيح؟ ايه حسب المصادر. اذا عم تقول انا وياها كنا لحالنا، ايش فنجان لهوي حكى لك القصة مثلا؟ انت عم تسجل ولا؟ نعم انا اذا خسرت منصبي بيكون من ورا الاثنين هدول. ليش تسجل؟ انا مش صاحب ذمة. لا تسجل يا كر. لك لا تسجلها هي. طب خلص. سؤالي لخالتي ام محمد، هل تقبلين الزواج بي؟ شو خسرتي من رفعك لهالقضية؟ شو خسرت؟ عمري 60 سنة لسه شباب، اعتبرني عشت 100 سنة، لسه 40 سنة. 40 سنة ان شاء الله هيك يا رب انا وياك. 40 سنة لسه قدامنا، ما خسرنا شيء. بطلب من مصورين المحكمة انه يفوتوا ياخذوا صورهم لتوثيق المحكمة. مصورين؟ يفوتوا يتفضلوا. بتعرفي انه هاي الصور لتوثيق المحكمة مو للانستغرام صح؟ شلون؟ ايش ما عرفتوا؟ صور. يلا يا وفاك يا ابو محمد. ما عندي فاق؟ لك لحظة بدنا شغلة تطلعنا مشاعرنا أكثر. ضفري مبارك انكسر. رفعت الجلسة. لك شو رفعت نزلها؟ المكتوب مبين من عنوانه، تحيا العدالة. الله يكون بعونك يا أبو محمد.